أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أعادت الغارة الجوية التي شنتها القوات الأمريكية على معاقل حركة الشباب في العاصمة الصومالية مقديشو تسليط الضوء على تموضع الحركة جغرافيا ومناطق انتشارها، إذ تسيطر حركة الشباب التي أعلنت قبل أعوام ولاءها لتنظيم القاعدة على أقليم جوبا الوسطى سيطرة كاملة حتى الآن، وتعتمده كملاذ آمن نظرا لتضاريسه الصعبة وغاباته الكثيفة التي تشكل حصنا طبيعيا ضد الغارات الجوية وهجمات الجيش الصومالي، كما تسيطر على أكثر من نصف مساحة أقليم جوبا السفلى في ولاية جوبالاند، حيث يشن الجيش الصومالي حملات عسكرية متكررة على معاقل الحركة. وتمتد سيطرة الشباب إلى أجزاء بسيطة من أقليم هيران بولاية هيرشبلي، لا سيما القسم الغربي منه، والذي تتخذه منطلقا لعملياتها الخاطفة ضد الجيش الصومالي. يذكر أن القوات النظامية التابعة لحكومة الرئيس شيخ محمود حققت انتصارات مهمة ضد الحركة بإسناد جوي من الطائرات الأمريكية والتركية منذ بدء عملياتها العسكرية لتطهير الأقاليم الواقعة تحت سيطرة الشباب. ومنذ العام الماضي تخوض الصومال حربا على عدة محاور لتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة الشباب التي أجبرت على التراجع بعد سنوات من السيطرة عليها، فقد خسرت الحركة بالفعل مناطق واسعة من أقاليم جلدود ومدغ، بالإضافة لإقليمي شبلي الوسطى وهيران، وهي الأقاليم الأكثر إيلاما للحركة نظرا لأهميتها الاقتصادية. ساعد في ذلك تململ السكان المحليين من الإجراءات التعسفية التي تتبعها حركة الشباب مع أبناء تلك المناطق، وأيضا انضمام العشائر أصحاب الأرض إلى جانب الجيش الصومالي في دحر مقاتلي الشباب. نشاهد التقرير ثم نعود نسأل ضيفنا الخبير عن مستقبل حركة الشباب وسر صمودها حتى الآن. رغم النجاحات التي حققتها الحكومة الصومالية في مواجهة حركة الشباب مؤخراً، إلا أن عناصر الحركة ما زالوا قادرين على شن هجمات موجعة ضد الجيش الصومالي الذي يلقى دعماً دولياً بقيادة الولايات المتحدة. وسلط اقتحام مسلحي الحركة على قاعدة عسكرية في بلدة جلعد وسط البلاد على مدى قوتها وقدرتها على المبادرة، حتى بعد تعرضها لغارات جوية أمريكية في تلك المنطقة. فمن هي حركة الشباب وما هو إرثها ومن أين تستمد رصيدها من المقاتلين؟ عرفت حركة الشباب بوصفها الذراع العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية، وذلك بعد استيلاء المحاكم على مساحات واسعة من الصومال عام 2006، إذ انبثق عن الاتحاد حركة الشباب المجاهدين، والذي تعود جذوره الأولى إلى تأسيس حركة الشباب الصومالية عام 2004. لكن وبعد هزيمة المحاكم من قبل الحكومة الصومالية المدعومة من أطراف إقليمية وتحديداً إثيوبيا، أعلنت حركة الشباب انشقاقها عن الاتحاد عام 2007، معتمدة العنف المسلح منهجاً لها في مواجهة الحكومات الصومالية المتعاقبة. كان لظروف الحرب الأهلية الصومالية والتدخلات الدولية مع ما تحمله من مصاعب اجتماعية واقتصادية دور في التفاف العديد من الشباب الصوماليين حول الحركة، فأعلنت إقامة إمارة إسلامية على امتداد عدة أقاليم بما فيها العاصمة مقديشو. استطاعت الحركة عبر مسيرتها من ضم عدد كبير من المقاتلين الأجانب إلى صفوفها، لا سيما وأنها أعلنت مبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة آنذاك أيمن الظواهري في عام 2012، مما أكسبها بعداً دولياً يتجاوز الحدود الصومالية. ارتباط الحركة بتنظيمات الجهاد الدولية وضعها على قوائم الإرهاب الأمريكية، وتعرضت بين العامين 2015 و2020 لحملات عسكرية عنيفة دفعها إلى التراجع في عمق الأراضي الصومالية. بالرغم من أن الحركة شهدت مراحل صعود وهبوط على مدى العقدين الماضيين، إلا أن القضاء عليها استعصى على الحكومات الصومالية المتعاقبة، فهي ما زالت تحتفظ بمصادر التمويل القائمة على جبي الضرائب والإتاوات في منطقة تنشط فيها تجارة المخدرات والقرصنة الدولية،
هذا فضلاً عن كونها تحظى بتأييداً في بعض المناطق الريفية التي تشكل ظهيراً خلفياً لها يمدها بمسببات البقاء. معنا من القاهرة مصطفى زهران، الباحث المختص في شؤون الحركات الجهادية في إفريقيا. سيد زهران، معارك كثيرة على الأرض في الصومال، مناطق تسقط من سيطرة حركة الشباب لتعود وتسيطر على مناطق أخرى، غارات أمريكية متنوعة، ما الذي يجعل هذه الحركة قوية إلى هذا الحد؟ في الحقيقة لا يمكن النظر إلى التطورات الأخيرة والتحولات التي تعايشها حركة الشباب الصومالية في الأونة الأخيرة على وجه الدقة دون ربطها بتأثيرات صعود طالبان في أفغانستان منذ استيلائها على السلطة في 2021. الحقيقة أن حركة الشباب اندفعت بشكل كبير نحو تعزيز وجودها في جنوب وسط الصومال والانقداد أو انطلاق من هذه الجغرافيات إلى القلب، إلى مقديشو، إلى أنها حاولت حصار مقديشو ليومين متتاليين رغبة في أنها الأقرب أو النموذج الأكثر تناسخا لحركة طالبان الأفغانية، بل أنها تسعى بشكل أو بآخر إلى تأصيل في أدبياتها وسردياتها في الفترة الأخيرة الموجهة بشكل كبير إلى أنصارها أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من سيطرة الكاملة على الصومال. في الحقيقة حركة الشباب الصومالية تستمد قوتها من عناصر عدة، سياقات سياسية ومجتمعية واقتصادية وجغرافيا سياسية تشبه لحد كبير ما آلت إليه الأوضاع في أفغانستان. لذلك هي في مقاربتها لمآلاتها المستقبلية وربطها بمآلت إليه الأمور في أفغانستان وأنها هي النموذج الأقرب للتحقيق، هي تعي جيدا هذه السياقات القائمة والراهنة من وجود قوات أفريقية مشابهة لما كانت عليها قوات أجنبية في أفغانستان، وجود صراع وتنافس جهادي في هذه المنطقة المحلية التي ترتكز عليها حركة الشباب، عدم الانقسام داخل هيئتها وشبكاتها وهيكلها التنظيمي على مدار عقدين من الزمان تشبه إلى حد كبير ما كانت عليه ولا زالت حركة طالبان. انتمائها الفكري القاعدي ربما كان أيضا ميزة لديها مقارنة بتنظيم الدولة أو داعش في ولاية شرق أفريقيا. ارتباطاتها الإقليمية، ارتباطاتها الجهوية، ارتباطاتها مع العشائر في هذه المنطقة في شرق أفريقيا وطرحها لقضايا مثل قضايا سد النهضة والتجري، كل ذلك عزز وجود حركة الشباب في ليس في البيئة الصومالية وحسب، وإنما تتعدى ذلك اللي تشمل إقليم شرق أفريقيا ككل. في الحقيقة حركة الشباب استطاعت أن تؤسس ما يشبه الحكم المدني في أجزاء من جنوب ووسط الصومال، يشبه ما أصبحت عليه الآن هيئة تحرير الشام في سوريا وما كانت ولا زالت حركة طالبان الأفغانية. في الحقيقة التنظيمات القاعدية في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة. نعم سيد زهران، مع أن هناك جدلا بهذا الخصوص، نقرأ كثيرا تقارير عن استياء الناس في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب من قوانينهم المتشددة وتضييقهم على حياة البشر. تحدثت عن عدة سياقات مهمة استفادت منها على ما يبدو حركة الشباب. لو بدأنا بالسياق المجتمعي، هل ترى أن هناك حاضنة ما بين القبائل الصومالية لهذه الأفكار، أم بكل بساطة سكان هذه المناطق مرغمون على قبول حركة الشباب بحكم الأمر الواقع؟ بحكم الأمر الواقع أمر لا مفر منه، وهو أمر طبيعي تتعامل معه بقية التنظيمات الجهادية. ربما مسألة الأمن، مسألة الاستقرار، مسألة المسألة الاقتصادية، ولكن فكريا وأيديولوجيا ربما لا تميل قطاعات كبيرة من الداخل الصومالي إلى فكر القاعدة أو فكر حركة الشباب، ولكن لا يمكن
إغفال نسب كبيرة من المهمشين والمحبطين وأجيال من الشابة في ظل واقع مترهل في قلب أفريقيا، في شرق أفريقيا وفي غرب أفريقيا. كل هذه العوامل تساعد نحو الدفع نحو التجيش والتعبئة ووجود ثمة حاضنة، خاصة أن حركة الشباب تملك من الأموال، تتاجر في اقتصادياتها، ترتفع بشكل كبير، فتمثل أحد مدخلات مهمة في اكتساب هذه القطاعات. نعم. فبالتالي هناك علاقات براجماتية ما بين عدد من القبائل والأفراد والبعد الجيلي مع حركة الشباب، وبالتالي هنا ليست فقط الفكرة المسألة الأيديولوجية أو الفكرية هي التي تجتذب أو تستقطب هذه القطاعات. لذلك لدي حاضنة ليست بالهينة، حاضنة ليست منطلقاتها فكرية بقدر من علاقات براجماتية اقتصادية تحقق ثمة أمر من الأمن من الاستقرار في أجزاء من الجنوب والوسط الصومالي في ظل هذه الاضطرابات القائمة ربما سياسيا ومجتمعيا، ذهاب حكومة، سجال ما بين حركات إسلامية، وجود تنافس سجالي بين الساسة داخل الصومال، كل هذه العوامل مع وجود العامل الأجنبي الذي يلعب بشكل كبير. نعم. أو تلعب عليه حركة الشباب وتوظفه لصالحها. نعم. كما كانت تفعل طالبان. نعم. ولا زال. تحدثت عن مصادر تمويل كبيرة لهذه الحركة وعن أموال، من أين تأتي حركة الشباب بأموالها؟ وأيضا من أين تأتي بسلاحها؟ قرأنا ربما عن تستفيد من ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، الكل يعرف أن الصومال هو صاحب أطول ساحل في أفريقيا. أستاذي العزيز، في السابق كانت التنظيمات الإسلامية الراديكالية والجهادية والحركية على اختلاف تنويعاتها كانت تعتمد على الدعم والتمويل من جهات خارجية. انتقلت هذه الجماعات والتيارات على اختلافها وخاصة الجهادية منها إلى تحقيق شيء من التكامل وتأسيس هيكلية مالية مؤسسة لها من خلال توظيف السياقات سياقات الجديدة التي اعتمدت عليها خاصة في دول الساحل وشرق وغرب أفريقيا، الحدود المترهلة، هذا الوضع خاصة بعد تداعيات الربيع العربي، وضع في ليبيا، كل هذا حمل هذه التنظيمات إلى خلق أو ما يمكن وصفه بتدشين مأسسة هيكلية إدارية مالية جديدة. الحركة الشباب تتاجر بالفحم وتصدره، تتاجر بالذهب وتصدره، تتاجر في الأحجار الكريمة، لديها اقتصاديات كبيرة خارج القرصنة أيضا، أيضا تشتغل في مساحات جديدة، بل انتقلت من فكرة التوظيف إلى التصدير. ولذلك تنظيم الدولة الإسلامية داعش في شرق أفريقيا يجد نفسه في مزاحمة، أو يجد نفسه في لا يستطيع أن يتحرك وسط هذه الهيمنة الاقتصادية الكبيرة لحركة الشباب الصومالية. عقدين من الزمان أسست شبكتها المعقدة والقوية إضافة إلى السلاح. الآن حركة الشباب أحد أهم المهربين الكبار في مافيا السلاح في دول الساحل والصحراء وفي شرق وغرب أفريقيا. هي تعتبر يعني أحد أهم مصدري وموردي السلاح أيضا. طيب، تحدثت في إجاباتك الأولى عن سياق جغرافيا سياسية تستغله حركة الشباب لترسيخ وجودها في الصومال. هل تتحدثنا سيد زهران عن دعم إقليمي ما من إحدى الدول أو من أكثر من دولة أو من جهات في هذه الدولة أو تلك لحركة الشباب؟ نعم، الجغرافيا السياسية هي أداة تحليلية هامة لفهم النشوء خاصة الظاهرة الجهادية الإسلاموية. أثيوبيا هي على مقربة كبيرة من تشظي الحالة الجهادية في الصومال منذ
بداية وجودها التاريخي والمعاصر منذ قامت بإخراج محاكم الإسلامية وموقف حركة الشباب التي كانت أحد ميليشياتها في السابق ضد أثيوبيا. هذه المتلازمة ما بين الوجود الأثيوبي والتحرش الأثيوبي والخوف الأثيوبي من تمدد الحالة الجهادية الصومالية عليها، أصبحت هناك ثمة علاقة شرطية بين هذا الوجود سواء على مسافات الحدود، على المسألة السياسية، على مسألة التدخلات الإقليمية، حتى أن ذلك دفع حركة الشباب إلى أن تطرح نفسها كمعالج لمسألة قضية التجري داخل أثيوبيا، وتطرح أيضا نفسها للمسلمين في أفريقيا على أنها لديها الصق في حل مسألة سد النهضة. حركة الشباب استفادت من تموقعها في هذه الجغرافيا المترامية الأطراف في شرق أفريقيا، ووظفت القضايا المطروحة أفريقيا في خدمة أهدافها وأجندتها، واستطاعت أن تقف تأثيرات داعش أيضا المتنافس القوي لها في هذه المنطقة. طيب ماذا عن القوى الإقليمية الأكبر والدولية؟ هناك قاعدة عسكرية تركية في الصومال، مسيرات تركية أيضا قصفت مواقع لحركة الشباب، وهناك غارات أمريكية بين فترة وأخرى بطلب من الحكومة الصومالية. ما موقف هذه الدول من تصاعد حركة الشباب، وهل يسهم دخول هذه القوى الكبرى في القضاء على الحركة أو على الأقل تضييق مساحات نفوذها؟ في الحقيقة القوات الأفريقية بشكل عام ساهمت بقدر كبير في إبعاد تأثيرات كبيرة لحركة الشباب نحو العاصمة. القوات التركية لها تأثير كبير في هذه المسافة أو هذا المد والجزر بين حركة الشباب ومحاولة السيطرة على مقديشيو، لكن هو الفاعل الأكبر في هذه المسألة لن يكون سوى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لديها تاريخ سابق في السجال مع الصومال على تنوعات، وبالتالي حركة الشباب بالنسبة للقوى الإقليمية داخل الصومال هي تعي جيدا قوتها وتعني جيدا كيف تتعامل معها بحكم الخبرة. أنت تتعامل مع حركة منذ التسعينات وهي قائمة، لديها من الخبرة الكبيرة، لذلك هي تقول أنها النموذج الأقرب لطالبان، وأنها باتت أقرب إلى مقديشو، إلى الاستيلاء على مقديشو، ولذلك تسجل ضربات كبيرة ومحاصرة كثيرة تستغرق أكثر من يومين وثلاثة من أجل أنها تعلن تأكيدها على أنها الأقوى والأقدر. لكن المشكلة الأساسية التي تكمن لدى حركة الشباب والتي يمكن من خلالها أن تتراجع أو لن يكون مآلاتها كما تتصور، أنها لا تطرح نفسها أنها حركة محلية، وهي ولذلك يجعل حجم الرفض الداخلي لها كبير، بخلاف حركة طالبان أو غير أو هيئة تحرير الشام على سبيل المثال التي وضعت نفسها كإطار محلي جهادي. لكن حركة الشباب تدفع نفسها نحو أن تكون لها تأثيرات في غينيا وكينيا وأثيوبيا وغيرها، لذلك هي تملك مقومات هزيمتها وتراجعها من داخلها. لذلك حركة الشباب لن تستطيع المقاومة بهذه الأيديولوجية العابرة للجغرافيا والحدود. شكرا جزيلا مصطفى زهران، الباحث المختص في شؤون الحركات الجهادية في إفريقيا.